هذا بروتين. هذا صورتك يا قبل، هذا خميرة، هذا الكنكر، هذا السلمونيلا. استاذ مصطفى هذا هو نفسه 4 دنانير بس انه قوي حق السلمونيلا جميع انواعها. طبعا الوقاية حبتين يومين، يوم ويوم، وللعلاج 5 أيام مكتوبني. هو أظن فيه 50 حبة، بس أنا جربته عندي بالحمام في سلمونيلا، صراحة مفعولك زين. يعني أنا عندي كم حمامة مرضت بالسلمونيلا وعالجتها هناك الحمام مضبوط، ولكن عندي تريح بالك 6 في 1. هذا لو أشتريه لك أنا وأعطيك إياه أحسن. 6 في 1، تنفس، كوكسيديا، سلمونيلا بانواعها، جميع الاشياء. هذا تركيب من الوزان او بطاريه اورلاندو عندنا، اقوى اي اقوى بطاريتين عندنا. اقوى علاج. استاذ مصطفى طبعا هذا كان فيه سلمونيلا، شوفه كان تعبان حيل، يعني حتى لو تمسك يطيح على 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 وجهه، يطيح على بطنه، بس الحين شوف ما في اي شيء. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك. طبعا انا حط فيتامينات، انا اتمنى اني اعطيك فيتامينات. عندي فيتامينات هولندي او فرنسي، اللي هو هذا معروف الشركه هذه هولندي، ولكن مع العلاجات افضل انك تعطي 5% محلول دائما، يعني مع المحلول احسن عشان اللي فيها اسهال، يعني تحاول ان اللي يفقد السوائل تعوضه بالسوائل هذا. طبعا هذه بعد سلمونيلا او كنكر، اي شيء معروف هذا التركيبه هذه اللي هي اوموكسيسيلين، بس صناعتها هذه زينه اظن هولندي بعد. طبعا عندي هذا غسيل الكبد، هذا فعال 100%، غسيل كبد، تنشيط كبد، كلى 100%. استاذ مصطفى عندي منتج حلو حق الدود، انا جربته فرنسي، صراحه الحمام شوفه بعد ما رشيت عليهم قتل الدود كله والبق كله، اللي هو هذا. هذا منتج فعال جدا 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 للدود والقمر والذبان وكل شيء، منتج صراحة معروف عندنا بالكويت فرنسي. هذا كرتون القطرة اللي هي هذه، شوف التركيب فيها هني. طبعا هذا كرتونها، هذا اللي فيها. هذا صراحة حتى حق التنفس استاذ مصطفى، يعني انا جربته صراحة الحمامة تعبانة ثاني يوم او بعد ساعتين، اصلا تشوف يعني شيء غريب تنفس او 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 اظن كنكر او سلمونيلا اي شيء بكتيريا بالمعده، يعني صراحه يعني قويه. انا جربت شوف هذه ولسه فيها، يعني ما ادري عندنا علاجات احنا واجد زينه. هذا مصطفى انا الحين بالبيت، انا حاط مخصص بالبيت عندي، حاط يعني اتسلى فيه، يعني انحاش عن العيال الاطفال وازعاج الاطفال، فاقعد هنا عندهم 2 ساعتين 3 ساعات، يعني مجرد تسليه. شريت هذه خناب جديده، يا
يعني حجمها حلو. ألف مبروك على السلكات الجديدة وربنا يملهم لك بركة يا أخ حسين. ألف واحد بدي تقاعد، مشكلة عندنا احنا ما عاد في شيء، فقمت أحط هذا الحمام تسليه. طبعا راح تجي نفس الخانات هذه حاليا بالتفصال، وأشيل هذه تقلبوهن. طبعا شلت وحدة باقي هذه وبس. شوف تسلي أقعد كل شيء موجود، حتى القهوة موجودة. الله يعطيك العافية أستاذ مصطفى. وما مجرد تسلي أنا قاعد، يعني مو تجارة، يعني حاليا مو تجارة بس وناسة. يعني أنا تجارة ودي على أتمنى من الزوج هذا وهذا إني أشوفه. هذه زغاليلهم تحت، وش كبرها، واللحم الأصلي. هذا 12 يوم يمكن محمد، 12 يوم، وهذا ممكن أسبوع 8 أيام. شوف ايش كبره. وهذا أقل منهم بيوم. شوف اللحم. يعني حتى العظم والصدر مختفي. شوفوا اسبوعين عمره يمكن. هذا الزغلول مال تراكيب، هذا الوزان. شو أكبر من هذا؟ نشوف لحم. عن هذول الأهل. بلجيكي. كده الفيديو خلص. ارجوك اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.